سلام. اليوم يا جماعة راح نشوف مقطع بكل بساطة فكرته انه راح نشوف طرق جديدة في بناء البيوت، طرق ما راح تتخيلها. فخلنا نشوف مع بعض بإذن الله يكون مقطع ممتع ونستمتع فيه بإذن الله. فنبتدي المقطع معانا على طول. اوكي، نحاول نستوعب ايش الاشياء الجديدة. اوكي، قاعد يركبون قطع قطع قطع. شنو هذا؟ اوكي، فعليا اول مرة اشوف شيء مثل هذا. واضح ان البيت خشبي واسلوبه غير. هذا بيت تركيب يا جماعة، هذا يعتبر من البيوت التركيب. يعني في اي لحظة اتوقع يمديهم يفككون البيت كامل. فكرة غريبة عجيبة. اوكي، انا ما ادري كيف يسوون البيوت الخشبيه، بس ما اتوقع بالطريقه هذه. زين، اللي بعده. اوكي، لحد الحين احس الوضع طبيعي. وش قاعد يسوون؟ مكعبات ليجو يا جماعه، بكل بساطه مكعبات ليجو بس بطريقه غريبه. سفنج، اعتقد انه سفنج. سفنج يا جماعة، بس ايش السالفة؟ اتوقع يحطون السفنج. اوكي، يحطون قواعد. زين، أنا بيصبونه يمكن، أظن يعني هذا التفكير الوحيد اللي قاعد أفكر فيه. شنو؟ كأنه بدأوا يركبون دريشة. إي والله بالضبط، بدأوا يصبونه يا جماعة، يعني يستخدمون الإسفنج في الصب. بس الغريب إنه كيف الإسفنج هذا قاعد يتحمل؟ ما أدري. اللي بعده، نتعلم ونشوف. احس الطريقة هي بعد شوي غريبة. هذا شنو اللي قاعد يحطونه؟ يبين عليه خفيف، شيء خفيف. نفس موضوع الاسفنج يمكن. يا جماعة نفس موضوع السفنج. اللي بعده، سؤال صح، كيف تسوي بيت في جدران مايلة بالطريقة هذه؟ سؤال منطقي، استاهل عليه درجات يا جماعة. خلونا نشوف فعليا كيف بيسوون بيت بالطريقة هذه؟ اولا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 ل
يا جماعة أجهزة آليين قاعد يشتغلون في المكان. حد الحين الشغل رهيب. زين اللي بعده ايش هذا؟ انا جابوا بيت جاهز تركيب بعد. اوكي بيت عبارة عن كباين. اوه ماي جاد. اخوان ب
بيت عبارة عن أتوقع سووا عمارة كاملة داخلها شقق كباين، يعني حتى مو بيت عادي. اللي بعده حلو. نفس الموضوع تركيب، بس احس اللي قبل شوي كانوا غريبين لدرجة ان يعني تتفاجأ بشكل كبير. هني الوضع ابسط شوي. اللي قبل شوي مو طبيعيين. ابيكم بعد تكتبون تحت وش اجمل شيء شفتونه. هذا اوكي، هذا بعد ما صبغوه وعدلوه صار بهالشكل. ترى اللون رصاصي يطلع رهيب على البيوت. زين، هذا كباين نفس الفكره اللي قبل شوي. تخيلين يا جماعة، نفس الموضوع بالضبط كباين. بس هي كابينة مع تركيب، لاحظتون؟ جاب كابينة في البداية وبعدها بدأوا يركبون عليها. اوكي، بعد في طابق ثاني. نايس. اللي بعده ايش هذا؟ ايش طريقة التركيب هذه؟ نفس الشيء تركيب، بس تركيب غريب. قاعد يسوي ارضية يعني الحين؟ لا مو ارضية، قاعد يسوي جدار. سوى البيت كامل. يا جماعة هذا مقطعنا بشكل كامل، اتمنى عجبكم المقطع. كلكم ضغطوا زر اللايك، اشتركوا في القناة اذا مشتركين، لا تنسوا كلكم تشتركون في قناتي الرئيسية، الرابط موجود تحت في الوصف او الديسكربشن، انستغرام بعد موجود تحت، كلكم تابعونا على انستغرام. نشوفكم على خير ان شاء الله في مقاطع اخرى ومع السلامة. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطورة تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيلة، قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة، تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة. أما من